قبل ما نتكلم عن خطة التطوير عايزين نتكلم شوية عن ذكريات أول بث للإذاعة المصرية. كلنا عارفين أنه الإذاعة المصرية بدأت في 31 من مايو من عام 1934 بعد عدة تجارب إذاعات أهلية كانت منتشرة في أرجاء الجمهورية. بدأت الإذاعة المصرية بأدوار تنويرية توعوية تثقيفية، قدمت الدراما وقدمت المعلومة وقدمت المنوعات. حتى العام 1952 جاءت ثورة يوليو المجيدة وجاء الرئيس جمال عبد الناصر ومعه قادة الثورة، وهم يدركون تماما أهمية الميكروفون، أهمية الإذاعة، فدعموا الإذاعة بشكل غير مسبوق، بشكل يعني دعم لا متناهي. ازدادت أعداد المحطات الإذاعية والشبكات، تحول دور الإذاعة من الدور التنويري التوعوي التثقيفي إلى دور سياسي ساند في نجاح ثورة مصر، والبيان الأول كان من الإذاعة ومن مقر الإذاعة المصرية بالشريفين. ثم جاءت دورها في دعم ومساندة الدول الشقيقة، الدول العربية، في الجزائر، في تونس، في المغرب، في سوريا، في لبنان، في اليمن إلى آخره. وأيضا دعمت الإذاعة الثورات التحرر، ودعمت الشعوب في تقرير مصيرها في دول العالم كافة، في قارات أمريكا اللاتينية وآسيا وغيرها من الدول. الحقيقة أن دور الإذاعة يحتاج إلى ساعات كثيرة للحديث صحيح. عنه وعن ما كانت عليه وما آلت إليه الآن. الإذاعة يعني الحقيقة ضمت منذ اليوم الأول نخب من العاملين بها، نخب من الهواة والمحترفين، نخب من المثقفين، نخب من حصلوا على أعلى مستويات التدريب خارج مصر وداخل مصر، إلى أن وصلنا إلى ما نحن عليه الآن.